تتخيل أنا سمعت رأي محامية وليست بمحامية طبعا، لأن مهنة المحاماة أقدس بنظري من أن يعني عفوا تمثلها واحدة مأزومة طلقت 3 مرات فتحاول أن تمرن مشروعها الفاسد على المجتمع وتأتي بإسقاطاتها النفسية. على كل تقول أنه إحنا نقبل الآن عملية الحضانة بيننا وبينكم، يعني إحنا نستجدي مثلا من فلان وفلان، نستجدي مثلا من ألف من 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 التاريخ الماضي البعثي إلى يومنا الرجال يأنون، وحتى المرأة تأن بالمناسبة، المرأة التي لا تسجل بالمحكمة يعني هذه حقوقها تسلب. اليوم هذا القانون إذا تم تعديله يعني يضمن حقوق المرأة. أكو قضية أخرى، المرأة فقط في يعني تصنف زوجة، ما الأم امرأة والأخت امرأة والبنت امرأة، 3 أصناف نسبية، لماذا لا يتحدثون عنها؟ وبالتالي تطلع نائبة وللأسف جاهلة تقول احنا عندنا مشكلة ويا القوم بالتاريخ من الآن على قضية فدك. يا جاهلة أقولها بملء الفم، إن كنت لا تدرين ولا تعرفين وأنت يعني في البرلمان، ألا تعرفين أن قضية ميراث البنت غير ميراث الزوجة؟ الزهراء بنت النبي مو زوجته، فيحق لها أن ترث. أضف إلى ذلك قضية فدك مو حجة واحدة، النحلة والميراث وبعد ذلك يعني حقوق أهل البيت، والزهراء قدمت الأوراق الثبوتية 3 وبعد ذلك يعني ما استطاعته وحصل ما حصل في قصة فدك. بالنتيجة الزهراء بنت ترث والأم ترث والأخت ترث، الزوجة ترث كذلك ما عدا وخل الأرض لعلل وأسباب طرحت في مقامها ومكانها. ليش هذا كله يترك ويهمل وتؤتى فقط أن المرأة سوف تظلم، الزوجة تظلم، الزوجة كذا؟